Я принял ислам, потому что не нашел в христианской церкви أنا دخلت في الإسلام لأنني وجدت في الإسلام التوحيد الحقيقي الذي لم أجده في الكنيسة النصرانية. نحن كنا نسمع عن التوحيد ولكن في الحقيقة كنا نتعلم التثليث الأمر الذي لم يقنعني. ولما تعلمت على الإسلام وجدت التوحيد الحقيقي من غير أي نوع من أنواع الشك. عندما شرحت للناس سبب دخولي في الإسلام وذلك من خلال مقال كتبته وهو الطريق المستقيم إلى الله ودخل الإسلام من خلاله الآلاف وهناك ثلاثة قساوس أيضا اتبعوني ودخلوا الإسلام بعد قراءتهم لما كتبت فتكونت شريحة كبيرة من المسلمين الجدد الذين انتقلوا إلى الإسلام